مؤخرا مواطن هولندي من أصول مغربية إلى حد الآن ما مسكوش عليه دليل الجوسسة، حتى وإن كان قام جوسسة لصالح بلدي الأصلي قولوا برافو عليه. ما نسيتش أصلك، ما نسيتش أصلك، برافو عليك، تخدم أصلك. لأنه تبقى حاجة أنه هولندا اللوبي الصهيوني اللي موجود فيها ما هو موجود في حتى بلد أوروبي. مش الناس تعلم أنه في وقت من الأوقات جات أمستردام لما قامت عملية فدائية ضد مستعمرين صهاينة، أجاكس أمستردام من كيب تاع فوتبال دخلوا دارين ريبونوار في درعهم. هولندا معروفة بموقفها مع إسرائيل، لأن يعني اللوبي الصهيوني، مش نقول لك اليهودي، اللوبي الصهيوني، نقول لك نوريك الفرق ما بين الصهاينة واليهود. اللوبي الصهيوني قوي في هولندا، ودي صحيفة جزائرية، وللأسف صحيفة مؤسسة الله يرحمه ويوسع عليه، ما كانش من النوعية، ولاو اليوم اللي يجي يملي عليهم. هذه الصحيفة تجي اليوم يعني تفرح، تقول لك مكافحة الجوسسة الأوروبية تفكك عن كبوت المخابرات المغربية. المفروض يغيرك الحال. قلت هاك شوف، يعني المكافحة الجوسسة الأوروبية فوقت على المخابرات المغربية. المفروض انت كمغاربي كجزائري يعني إذا فيك ريحة الشهداء ديال الثورة الجزائرية ما تشمتش، ما تشمتش. تتمنى لو كانت الجزائر هي الثاني تقوم بنفس العمل في أوروبا. كانت الجزائر تأميم المحروقات تم بعملية جوسس قام بها الله يرحمه رشيد طابتي، رشيد طابتي نعم اللي تخل يعني تغلغل سكرتارية تاع ليزي. بعد نجيو نشوفو اليوم جزائري فرحان نقول لك مكافحة الجوسس المغرب الأوروبية تفكك شاغنا كمغرب. هذا الرخص وصلنا لها الدرجة، وصلنا إلى الدرجة من الرخص. الله يرحم الشهداء، يتبراو من هذا النذالة هذه. يكفي تروح تقرأ قائمة الشهداء المغاربة اللي دفعوا ضريبة الدم من أجل استقلال الجزائر، وروح قول لهم شح الجوسسة الأوروبية فككت شبكة السوسيتا المخابرات المغربية. نعم روح ولا لهم قول لهم شح انتم اللي متوا من أجل باش أنا نعيش في الجزائر المستقلة ونكتب هذا الكلام الدليل. أرخص من هكذا ما كانش. قول لك فضيحة أخرى مدوية تهز عشرة أخرى، واش لأنه الأولى كان ضد فرنسا والنفس السخافي دافع على فرنسا وكنت تكلمت عن الموضوع، كنت درت عليها اللي كنت تكلمت عن الموضوع. غايضتو المخابرات الفرنسية وغايضتو فرنسا كيفاش المغرب تجسس على فرنسا والحق تجسس على ساركوزي وتجسس على ماكرون وجس عليهم كم غلط. بالعكس لو جات الجزائر ما تحكمهاش عصابه، رانا اليوم نسقوا ورانا نستفادوا من العمل اللي تقوم به المخابرات المغربيه ضد فرنسا ضد اي دوله اوروبيه.
انا نتكلم من باب التجربه، لانه هذا النبل اللي كتب هذا الكلام ما عاش واش عشت انا في اطار التعاون المغاربي الامني. كنا كل ست شهور تجتمع الأجهزة الأمنية المغاربية الخمسة لتبادل المعلومات، لتبادل المعلومات كل ست شهور. حصل لي الشرف أني كنت أمين عام للمجلس المغاربي للتعاون الأمني لما كانت الرئاسة عادة للجزائر، وكنا في شهر جوان 1990 الجزائر احتضننا اجتماع المجلس، وكانت الرئاسة طبعا الجزائر، وكان جنرال بتشين الله يرحمه هو اللي كان رئيس المجلس، وانا كنت امين عام المجلس. مانيش باش نجي اليوم ونقول اجتحت فيهم، حشمش يقول لك هذه الفضيحة واش تمثلت في سقوط إحدى شبكات يعني العرش النظام المغربي التجسسية في هولندا، يعني عنده عدة شبكات برافو عليه، التي وضعت يدها على شبكة يديرها متورط من أصول مغربية يحمل أفرادها الجنسية الهولندية، متهمون بنقل معلومات حساسة للمديرية العامة للدراسة والتوثيق ديجان، وهو جهاز المخابرات الخارجية المغربي. برافو عليهم. هاي ربزينا ما يروحوش يديروا شبكة في فرنسا ولا في هولندا ولا في جهة أخرى باش يقتلوا جزائريين أحرار، ما داروهاش. ما هاوش دير مخابرات أجنبية تاع المجرم جبار، هما المخابرات الأجنبية تاعهم ديجا ما عندهمش على رأسها مجرم كان يدير دي سورين تشكل يديروها لبرا هذي يدير فيها الزيت ويديرها في عروق الناس اللي يحكوهم جزائريين، زيت في عروقهم باش يموتوا بالزيت اللي يدخلهم من العروق كي يقتلهم هكذا. هذا جبار. المخابرات الأجنبية الخارجية المغربية ما عندهاش على رأسها البروكسينات، واحد يدير دار دعار كما هذا جبار منا. ما كانش يرمي الناس من يزيلي قبتان، ما كانش يقتل الناس، تجي اليوم تصفق له يا ولد الحرام، تجي اليوم تكلم لك الأمر يتعلق بالدول الأوروبية رقم 4 التي قلمت أضعاف المخابرات الخارجية للنظام المغربي بعد كل من بلجيكا التي وضعت مسؤولين مغربيين على قائمة المطلوبين للعدالة بعد فضيحة المغرب جيت المتمثلة في شراء دماء النواب الأوروبيين. ديروا الربع واش غادي يديروا؟ واحد اللي يكون يقول لك صح أنا من سليل هذاك الشهادة اللي دفعوا من الحرية باش حنا ننعموا بها، حنا على كل حال الشعب الجزائري اللي ما راهش ينعم بالحرية، اللي عنده حرية هاد الأنذار اللي يجوا يكتبوا في صحف بودورو، الأنذار اللي يجوا يصفقوا للمخابرات الأوروبية المخابرات الأجنبية اللي ماهيش سامعة بيه، ماهيش سامعة بيه قسما بالله، ما هم سامعين بيه وما عارفينو قيمة. اسمع هذه الشتا بلاش ما تحلاش. الجزائر ولا تعالى الجزائر ولا في هذا الانذال، نوعية الانذال في عوض يتأسر ويقول على الاقل رجال داروها برافو عليهم. نعم نعرف نعم ما كان جزائري ولا تونسي ولا ليبي ولا مغربي يقوم بعملية تجسس لهذا تسرح للأجهزة الجزء الأمن الخارجي لماش تصرح؟ هاي لماش تصرح مديرية الأمن ومديرية التوثيق والأمن الخارجي اللي رأسها
المجرم جبار مهنا ومعاه المجرم الجنرال حسين بولحية اللي كان يقتل الجزائريين بدم بارد، هما مكتفين يجي حتى مرصاصه في راسهم ويدي عليهم 15 مليون ويقتلهم برا يدي عليهم 25 مليون، واش ما يتكلمش عليهم هذا النذل هذا اللي يتكلم على المخابرات. لماش تصلح المخابرات في الخارج؟ لماش تصلح؟ باش تقتلوا الاحرار يا ولد الحرام، باش تقتلوا الرجاله، هذا انتم جبناء، انتم جبناء، تصيبوا واحد جبان يصفق لكم. بس هنا في عبارة عشان نسمع واحد نشوف الناس عشان يجي القيام، ولكن احنا نوسخش القياده ديالو على هذه الوجوه هذه، لا ابدا ما نسخوش، لانهم مسخين فوق اللازم. طبعا يقبل الكلام هذايا لما عندك رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهورية خدام حزام عند فرنسا، أوفريه عند فرنسا، هذا بالدليل اليوم ظهر، يا من بفريها ولكن اليوم زاد بان، شوفوها بعد فرنسا. هشام عباس، الله أكبر، هشام عباس، هشام عباس، صحفي حر، هشام عباس.